أخبار مفصلة من يو تي في أبدأها بالعناوين. مباحثات استثنائية بين بغداد والعالم على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. رسائل السوداني تركز في 4 قضايا وإنهاء مهمة التحالف الدولي تتصدر الأجندة. على ذمة رويترز وأكثر من 10 مصادر، قائد يلتقي قادة من الفصائل في مطار بغداد ويطلب وقف الهجمات لتلافي الرد الأمريكي والانتقام المباشر. مجلس البصرة وذقار يتجهان لتعديل النظام الداخلي وتشكيل اللجان، وأعضاء حكومة النجف يمهلون المحافظ 6 أشهر لتنفيذ البرنامج الخدمي. حلقة الوصل بين 5 محافظات تستحدث أمن الطرق، واسط تعزز الاستقرار بمصادرة الأسلحة غير المجازة ونصب الكاميرات في المتاجر. التفاصيل بعد لحظات. عاد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية لهولندا ومشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024. بيان حكومي ذكر أن السوداني عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في كل من أمستردام الهولندية وميونخ الألمانية، شملت رؤساء ومسؤولين ورجال أعمال إلى جانب عدد من قادة أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية في بلدان مختلفة. وركز السوداني خلال الجولة بإنهاء مهمة التحالف الدولي داخل العراق وتحويل العلاقة مع أعضائه إلى تعاون وشراكات في شتى المجالات. أبرز رسائل السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن خلال 22 لقاء مع رؤساء ومسؤولين، نتابعها بهذا التقرير. جدولة انسحاب التحالف الدولي وتوسيع التعاون الاقتصادي، هذا ما كان حاضرا في 22 لقاء في ميونخ عقدها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال يومين مع رؤساء ومسؤولين حول العالم. والخطاب العراقي كان صريحا في قضايا السيادة والأمن والشركات الاقتصادية الجادة. يقول مسؤول حكومي إن رغبة العراق في الانتقال بالعلاقة مع دول التحالف من الأمن إلى الشركات الاستراتيجية وفي مجالات مختلفة لاقى تفاهما دوليا كبيرا. وكانت الرسائل واضحة: أمن العراق ضرورة لأمن المنطقة، والعراق المستقر مصلحة للجميع، وهو نقطة التقاء ترفض أن تكون ساحة لتصفية الحسابات. من أبرز القضايا التي ركز عليها السوداني خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ تتمثل بأن عراق 2024 مختلف عما كان عليه قبل 10 سنوات، فهو آمن ومنتصر ومنفتح على الشركات الجادة والمنتجة، ما يستدعي إنهاء مهمة التحالف الدولي عبر الحوار والانتقال بالعلاقات مع دوله إلى فضاء الاقتصاد والاستثمار والمجالات المختلفة. داخليا، لاقت جولة السودان الأخيرة لهولندا وألمانيا أصداء إيجابية، إذ يؤكد أعضاء في مجلس النواب أن مثل هذه الزيارات الاستراتيجية والمهمة على المدى البعيد، وتعد عامل طمأنة للشركات الأوروبية الكبرى باعتبار أن أعلى سلطة تنفيذية في العراق تعبر عن رغبة الحكومة وجديتها في تطوير قطاعات الطاقة والزراعة والاقتصاد وفتح أبواب الاستثمار، من الحالة العسكرية إلى علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات، سردية تنقلها بغداد إلى عواصم المنطقة والعالم بهدف ترسيخ مفهوم التعاون والتكامل وفق قاعدة المصالح المشتركة وبما لا يتعدى السيادة. وفي تصريح ليو تي في قال عضو تحالف نبني نسيم عبد الله إن رئيس الوزراء في زيارته لهولندا وألمانيا أوصل رسالة إلى العالم تفيد بأن العراق مختلف الآن، وأن تحديات المرحلة لن تحل بمعزل عن المجتمع الدولي. أعتقد اليوم السيد السوداني أعطى رسالة إلى بلدان العالم على أن العراق مختلف، على أن هذه الحكومة هي مختلفة عن سابقاتها، وهذه التحديات حقيقة اليوم احنا نمر في تحديات داخلية وخارجية. أعتقد هذه حتما هذه التحديات لن تحل بمعزل عن المجتمع الدولي، وهذه الرسالة أعتقد وصلت، ونعتقد الفترة القادمة حتما سوف تكون أفضل من الفترة السابقة. اليوم رؤية السيد السوداني هي تكاد تكون مختلفة عن رؤية الوضع الداخلي. السيد السوداني لديه رؤية تنطلق من مصلحة حقيقية
الواقع العراقي الحقيقي للأجهزة الأمنية، وبالتالي هذه الرسائل هو الرجل أوصلها، وهذه الرسائل هي رسائل أعتقد يعني فيها جانب اطمئنان للطرف الآخر. نقلت وكالة رويترز عن مصادر عراقية وإيرانية قولها إن زيارة أجراها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني لبغداد أدت إلى وقف هجمات الفصائل على القوات الأمريكية. وقالت المصادر إن قاني التقى ممثلي فصائل مسلحة عدة في مطار بغداد في 29 من الشهر الماضي بعد أقل من 48 ساعة على مقتل 3 عسكريين أمريكيين في قاعدة البرج 22 العسكري بالأردن إثر هجوم شنته الفصائل. وبحسب المصادر فإن قاني أبلغ الفصائل أنه يتعين عليها الابتعاد عن المشهد لتجنب شن ضربات أمريكية على كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية الرئيسة أو حتى الانتقام المباشر من إيران. كواليس هذا الاجتماع الذي كان في مطار بغداد وما أحاطته من أجواء أمنية وسياسية أدت إلى استئناف المباحثات بين بغداد وواشنطن، سنتابع كل ذلك بهذا التقرير. ما الذي جرى في كواليس لقاء قادة فصائل عراقية مع قائد فيلق القدس الإيراني ليلة 29 من كانون الثاني؟ لقاء مطار بغداد الذي نتج عنه تجميد الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا. تكشف رويترز عن مضامين الاجتماع السري، إذ تقول نقلا عن أكثر من 10 مصادر عراقية وإيرانية إن قاني التقى ممثلي فصائل مسلحة عدة في مطار بغداد بعد أقل من 48 ساعة على مقتل 3 عسكريين أمريكيين في موقع البرج 22 العسكري عند حدود الأردن مع العراق وسوريا إثر هجوم للفصائل. وتشير المصادر إلى أن قاني أبلغ قادتها بأن سفك الدماء الأمريكية يخاطر برد عنيف قد يطول كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية أو حتى الانتقام المباشر من إيران. وتقول رويترز إنه في اليوم التالي أعلنت كتائب حزب الله تعليق هجماتها. وفي إطار تحرك الحكومة لمنع الانجرار إلى حرب إقليمية واسعة، تؤكد مصادر حكومية أن السوداني عمل مع كل الأطراف المعنية داخل وخارج البلاد لمنع أي تصعيد يزعزع أمن العراق والمنطقة. فيما ذكرت مصادر أخرى أن كلا من طهران وبغداد تريدان تجنب أي تصعيد مماثل هذه المرة. ومع وقف الهجمات غير المعلن على القوات الأمريكية، استؤنفت المحادثات بين بغداد وواشنطن حول إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق. وهنا تنقل رويترز مجددا عن مصادر سياسية وأمنية عراقية قولها إن عدة أحزاب وفصائل مسلحة متحالفة مع إيران تفضل إجراء المحادثات بدلا من شن هجمات قد تعقد المشهد وترتد على الأمن والاقتصاد وتحرج الحكومة. خبراء أمنيون وسياسيون قالوا ليو تي في إن لدى رئيس الوزراء توجها بأن تكون هناك علاقات ثنائية مباشرة بين العراق والولايات المتحدة. بعد الخطوة الأولى اللي هي يجب أن تنتهي موضوع قوات التحالف في العراق، كان هنالك يعني توجه مباشر من قبل دولة رئيس الوزراء في أنه ستكون هنالك علاقة مباشرة وثنائية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وما بين كل دول التحالف، على اعتبار إلى أنه نحن الآن يعني نتعامل بشكل ثنائي، إن كان هنالك موضوع تسليح وإن كان هنالك موضوع عمار. أقصد إلى أنه الموضوع يعني توجه إلى شيء ثاني، إلى وهو العلاقة الثنائية ما بين العراق وبقية أطراف دول العالم، خاصة العراق انفتح كليا الآن على دول أوروبا. وأعتقد يعني خلال المؤتمر الأخير مؤتمر نيويورك كان هنالك استعداد عالي من كل دول العالم في التوجه إلى العراق. اليوم العراق أفضل بكثير على المستوى العسكري والأمني، وهذا ما ذكره السيد محمد السوداني كقائد عام للقوات المسلحة حينما يقوم بإخراج قوات التحالف. يجب أن لا يكون الإخراج بغضب من طرف على طرف آخر، لأن العراق اليوم يحتاج إلى الكل والكل يحتاج إلى العراق، لأن العراق اليوم هو يعتبر مركزا مهما حيويا على المستوى الجغرافي وعلى المستوى السياسي وحتى على المستوى الاقتصادي والأمني. يعطى رسائل بأنه مع الانسحاب قوات التحالف لكن تبقى الشراكة المتبادلة على المستوى إعطاء المعلومات وكذلك وجود بعض المستشارين إذا الحاجة بحاجة لهم. ولمزيد من المناقشة معنا مباشرة الباحث في شأن السياسي الأستاذ حمزة مصطفى. أستاذ حمزة أهلا بك، دعني أبدأ أولا من تقرير وكالة رويترز الإخبارية التي كشفت عن زيارة قاني
إلى بغداد ولقائه بالفصائل المسلحة العراقية من أجل تهدئة الوضع وعدم ضرب القوات الأمريكية. هل كان هناك دور للحكومة العراقية في عدم توسع الصراع ومحاولة تهدئة الوضع؟ نعم، شكرا جزيلا لك والمشاهدين. الحقيقة بعيدا عن تقرير رويترز، باعتبار لا نعرف ماذا كان هذا التقرير صحيح أم لا مع احترامنا للوكالة العريقة، ولكن أستطيع أن أقول أن الحكومة العراقية وشخص رئيس وزراء محمد الشيع السوداني لعب دور بارز على هذا الصعيد. أولا هو وصف الأعمال التي قامت بها الفصائل والأعمال التي قام بها الأمريكان بأنها أعمال عدوان، يعني وارتقى أكثر يعني بالوصف عندما وصف تلك الأعمال أيضا بأنها أعمال إرهابية باعتبار أنها تهدد أمن واستقرار العراق. وهذه الأوصاف جديدة في الخطاب السياسي العراقي، تؤكد جدية رئيس وزراء في التعامل مع هذه المواضيع دون أن تأخذه يعني أي في الحق لومة لائم كما يقال. لذلك حصل تطور على هذا الصعيد. أمريكيا استجابت الولايات المتحدة الأمريكية للقرار الذي اتخذه رئيس وزراء في أن تستأنف اللجنة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم الوجود الأمريكي والتحالف الدولي وانسحاب المستشارين أو شو يسميهم من العراق. وأيضا بالإضافة إلى كل هذا وجهت دعوة رسمية للسودان لزيارة واشنطن من قبل نائبة الرئيس الأمريكي نفسها باسم الرئيس الأمريكي. الجانب الآخر هو الاجتماعات التي حصلت من قبل قوى الإطار التنسيقي وإتلاف إدارة الدولة والتي أعلنت دعمها لرئيس وزراء ولأي خطوات ممكن أن يقوم بها بهذا الاتجاه، وأعلنت كبرى الفصائل التي يعني تستهدف الأمريكان وهي كتاب حزب الله. بالمناسبة أعلنت التهدئة قبل تقرير رويترز، يعني قبل أيام أعلنت أنها علقت عملياتها من أجل أن تتيح الفرصة للحكومة العراقية، وهذا تطور بحد ذاته مهم. بالنتيجة هذا الدور المتكامل هو الذي أدى في النهاية إلى أن تحصل هذه التهدئة ولا أن تبدأ مرحلة ثانية ممكن أن تتبلور عندما يقوم رئيس الوزراء بزيارة أمريكا لتنظيم العلاقة بشكل جدي مع التحالف الدولي ومع الأمريكان أنفسهم على صعيد وجودهم في العراق وكيفية جدولة انسحابهم على مراحل، وهو ما تفهمه الجميع على ما يبدو حتى هذه اللحظة. ذكرت أنه لقاء السيد السوداني مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، كيف تقيم وتقرأ هذا الحوار؟ هل سيفتح الباب من أجل حوار صريح وقريب من الرئيس بايدن نفسه؟ نعم أتوقع ذلك، لأنه رئيس وزراء سبق أن تلقى دعوة رسمية من الولايات المتحدة من الرئيس الأمريكي بايدن في شهر أيلول الماضي عندما كان في الجمعية العامة للمتحدة، ونقل الدعوة وزير الخارجية بلينكن. حصلت تطورات حرب غزة وسواها من هذه الأمور جعلت أولويات أخرى ممكن هي التي تطغى على المشهد، ولكن عندما بدأ التصعيد بين الفصائل والولايات المتحدة الأمريكية بدأ أن هناك مسار آخر ممكن أن يحصل. الأمر الذي أدى أولا كما قلت لك إلى تفعيل اللجنة الثنائية وإلى اللقاء الذي حصل في ميونخ بين السوداني وبين هاريس والذي ترتب عليه دعوة رسمية من نائبة الرئيس الأمريكي إلى رئيس وزراء. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد هي أيضا أن يعني يحصل تطور أو يحصل لنقل تفاعل على هذا الصعيد، على صعيد ما يريده العراق من موضوع التحالف الدولي، باعتبار أن العراق لم يعد بحاجة إلى مظلة اسمها التحالف الدولي لمحاربة داعش، لأنه لا يوجد الآن خطر يستدعي مشاركة كل هذه الدول أكثر من 80 دولة لمحاربة داعش. الآن داعش يعني وجودها بسيط في العراق والمناطق الحدودية، والقوات الأمنية العراقية قادرة على التعامل معها، ولذلك لابد من فهم هذا الموضوع ولابد أيضا من عقد شراكات اقتصادية واستراتيجية مع كل دول العالم بمن فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي تربطنا معها اتفاقية اسمها اتفاقية الإطار الاستراتيجي. طيب، زيارة رئيس الوزراء إلى ألمانيا وأمستردام الهولندية، هل نجح بإيصال رسالة إلى العالم بأن إمكانية الانتقال إلى شراكات اقتصادية يعني سياسية بدل الحضور العسكري؟ نعم، أولا شوف، هو قبل أن يقوم بهذه الزيارتين مهمتين طرح هذا الموضوع، موضوع الانتقال في العلاقات مع دول التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية. ودول التحالف الدولي هي من كبريات الدول المؤثرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاستثماري في العالم،
وعندما قام بهذه الزيارة وضع ضمن الأجندة، يعني واضح تماما أن لا لدي اطلاع، ولكن من خلال ما لاحظنا عندما يجري 22 لقاء في يومين، هذا يعني أن هناك ترتيبات مسبقة وضعت لهذا الموضوع من أجل أن يكون تفكيك هذه العلاقة عملي على الشكل على صعيد عملي وليس مجرد كلام نظري. وبالتالي لقاءاتي مع كل هذا المسؤولين سواء كانوا زعماء دول أو رؤساء حكومات أو وزراء أو رؤساء شركات أو منظمات إنسانية، كل هذه الأمور تؤكد جدية العراق في التعامل مع هذا الموضوع، بمعنى أن العراق عندما يقول نريد أن ننهي هذه القصة ونبدأ ببناء علاقات ثنائية، العالم يريد مفردات واضحة وعملية وضمانات، وهو ما قدمه السودان من خلال هذه المشاركة في هولندا وفي مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا. وبالتالي أتوقع خلال الفترة القادمة سوف تبدأ مثل هذه الأمور تتضح بشكل عملي على صعيد اللقاءات الثنائية اللي يمكن أن تحصل بين العراق وبين أي دولة من هذه الدول. وبعض هذه الدول بدأت بشكل واضح تتعامل مع العراق من خلال علاقة ثنائية مثل إسبانيا، هولندا، إيطاليا، وأتوقع دول أخرى وأهمها أمريكا عندما يقوم رئيس الوزراء بزيارة إلى واشنطن. عندها أعتقد أن الأمور سوف تتضح على هذا الصعيد بشكل لا لبس فيه. في مؤتمر ميونخ للأمن كانت رسالة العراق واضحة، وهي أنه أمن العراق ضرورة لأمن المنطقة. هل سيفهم الأوروبيون وحتى الأمريكيين هذه الضرورة في هذه الرسالة؟ نعم، عندما تكون لغتك واضحة ويعني ومحددة وحجتك قوية يتفهم الآخرون هذا الأمر، لا توجد التباسات على هذا الصعيد. خطاب السوداني واضح في هذه المسائل، وأيضا رؤيته واضحة. هو مع خطابه في هذه القضايا قدم رؤية على مستوى الاستثمار والاقتصاد وغيرها من هذه الأمور، وهذه الدول بالنهاية هي دول وشركات عابرة وتبحث عن مصالحها، وبالتالي لكن تريد ضمانات وتريد رؤية وتخطيط، وهو ما قدمه رئيس الوزراء عبر هذه اللقاءات. وبالتالي أتوقع أنها سوف تثمر بطريقة أكثر فاعلية من ذي قبل. الباحث في الشأن السياسي الأستاذ حمزة مصطفى، شكرا جزيلا. ألقت مفارز شرطة بغداد القبض على متهمين اثنين بقتل شخصين، أحدهما من أقارب الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، فيما يجرى البحث عن متورطين آخرين. الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري ذكر أن المتهمين ارتكبا الجريمة داخل عجلة من نوع لاند كروز في منطقة الرجدية شمالي العاصمة، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تعزو القتل إلى مشاجرة بسبب قطعة أرض في المنافسة أو العنافسة ضمن منطقة الرجدية. طالب النائب عن حزب السيادة خالد الدراجي رئيس الوزراء بتعويض أصحاب الأملاك المغلقة حول مرقدي الإمامين العسكريين في سمراء، مشيرا إلى أنهم تعرضوا لضرر جراء إغلاقها لسنوات. نطالب دولة رئيس الوزراء إلى النظر إلى هؤلاء بعين العطف وبعين العدالة، لأنه هؤلاء ناس تركوا أملاكهم وأكو من عندهم يعني أصبحت الحياة صعبة عليهم، لأنه ما يقدر يشتري ملوك ولا يقدر يأجر ملوك وأصبح عيشته صعبة. إضافة إلى هذا، هاي الأملاك الآن أصبحت بها مشاكل ورثية، يعني صاحب الملوك مات وتوزع إلى ناس آخرين، فكل ما يمر الوقت تكون صعبة. إحنا نطالب دولة رئيس الوزراء من هذا المكان، والناس الواقفين خلفنا أكو وياهم كثيرين يطالبون بأنه يعوضون عن الفترة الماضية خلينا نقول بإيجار المثل أو بدل المثل، لأنه ناس تركوا محلاتهم، فنادقهم، مطاعمهم، بيوتهم، وبدون يعني بدون أي وجه حق، احنا نعتبره بدون وجه حق. أكثر من 1800 قطعة سلاح تم ضبطها في محافظة واسط، تزامنا مع جهد استخباري لمطاردة المطلوبين وتعزيز الأمن بكاميرات مراقبة حديثة. اختلاف ملحوظ في مستوى الأمن في واسط، تعزوه قوى الأمن الداخلي إلى تكثيف الجهد الاستخباري باعتباره أولوية في تدعيم الاستقرار،
وخاصة بعد استحداث مديرية جديدة لأمن الطرق يكون مقرها في واسط باعتبارها حلقة وصل بين 5 محافظات، ومن المقرر أن تعنى بمتابعة المطلوبين أثناء تنقلهم. مديرية استحدثها السيد المعالي الجديدة هي مديرية أمن الطرق، وإن شاء الله أعددنا الدراسة الكاملة بفتح 9 شعب اللي على طول الطرق، لأن تعتبر محافظة واسط محافظة وسطية تربط بغداد مع الجنوب. عندنا خط مع بغداد واسط ميسان، وبغداد واسط ذيقار، وبغداد واسط الديوانية، وبغداد واسط الحلة. تعاقد الحكومة المحلية مع شركات لتنصيب كاميرات دقيقة تتعرف على الوجوه ربما سيقلل بشكل كبير من تنقل المطلوبين حتى داخل المدن، في وقت دعت فيه وزارة الداخلية المواطنين إلى تنصيب الكاميرات على الدور والمحلات. فبحسب شرطة واسط حلت هذه المنظومات نحو 165 جريمة. من خلالكم ومن واسط الكريمة أيضا نوجه دعوتنا لكل مواطن، أصحاب محال، أصحاب صيرفات دور، أن يذهب باتجاه منظومة الكاميرات، لها دور في كشف الجريمة، كدعوة من وزارة الداخلية لأي مواطن أن ينصب الكاميرات في الدور وفي المحال التجارية وغيرها، إضافة إلى الكاميرات اللي راح تخليها الدولة والمحافظات في المدن بشكل عام. 1827 قطعة سلاح ضبطت خلال الأشهر الماضية في واسط عبر الكشف الآني للمشاجرات والسيطرات المؤقتة داخل المحافظة من دون تنفيذ أي مداهمة حتى اليوم، ما عدته قيادة الشرطة مؤشرا على وجود كميات كبيرة من السلاح داخل المنازل. من واسط حمزة الأسدي، UTV. وبعد قليل سنتابع مجلس البصرة وذقار يتجهان لتعديل النظام الداخلي وتشكيل اللجان بعد لحظات. في محافظات جنوبية عقدت مجالسها وشكلت حكوماتها المحلية، يجري العمل على تعديل الأنظمة الداخلية وتأليف اللجان لتوزيع مهام الإدارة، فيما حدد بعض المجالس المحافظين مهلا لمراقبة أدائهم وتنفيذهم للبرامج الخدمية لمواصلة دعمهم من عدمه. 4 سنوات من عمر الحكومات المحلية يتطلب تنظيما جديدا للعمل، أمر دفع مجلسي البصرة وذقار نحو البدء بتعديل النظام الداخلي وتشكيل اللجان. تعديل لائحة النظام الداخلي يعد أولوية بالنسبة لمجلس محافظة البصرة هنا، ولأجل ذلك عقدت جلسة شكلت خلالها لجنة تتولى كتابة نظام سيخضع لنقاش وتصويت الأعضاء لرسم خريطة طريق للسنوات الأربع المقبلة. المجلس شكل لجنة مؤلفة من 7 أعضاء مختصين بالقانون لمراجعة النظام الداخلي على أن يرفعوا توصياتهم خلال 30 يوما. وفي جلسته المغلقة أيضا ناقش المجلس تشكيل لجان رقابية لتأخذ دورها في متابعة المؤسسات الحكومية. 20 لجنة لمجلس مؤلف من 23 عضوا، هذا هو الرقم المعلن بعد استثناء رئيس المجلس ونائبه ومقرر الجلسات من رئاسة اللجان. تعديل النظام الداخلي للمجلس، لأن النظام الداخلي لمجلس المحافظة نظام من عام 2013، كان عدد أعضاء المجلس في ذاك الوقت 35 عضو، هسه تقلص عدد الأعضاء حسب القانون الجديد إلى 23 عضو. هناك نية لتقليص عدد اللجان، كان عدد كبير جدا، قد تصل اللجان إلى 20 أو 19 أو 20 لجنة تقريبا، توزع على الأعضاء حسب اختصاصاتهم. ووفق التعديلات المقترحة فإن جلسات الاعتيادية للمجلس تعقد أسبوعيا أو نصف شهريا، فيما يمكن أن تقام الجلسات الاستثنائية التي تتطلب الانعقاد السريع شريطة تقديم طلب من قبل عدد من الأعضاء أو المحافظ. أول جلسة لمجلس محافظة ذقار بعد انتخاب المحافظ ونائبيه مؤجلة من الأسبوع الماضي كانت في مقر مديرية ماء ذقار، فالمجلس ما زال بلا بناية لكنه يسعى لتعديل نظامه الداخلي ثم لجانه التخصصية. ومع تقليص عدد أعضائه إلى 18 عضوا بدلا من 31 في الدورة الماضية، يحتاج المجلس إلى نقاشات مستفيضة لإرضاء أعضائه،
فالتقليص سيشمل أيضا عدد اللجان، إذ سيدمج قسم منها في لجان أخرى. بالتزامن مع التسنم المحافظ أعماله عقدنا جلسة هذا اليوم للشروع بتعديل النظام الداخلي للمجلس وتشكيل اللجان التخصصية داخل المجلس دعما وإيذانا والشروع بالتزامن مع تنفيذ أو الشروع بإدارة المحافظة، كون تتطلب بعض الأمور، بعض التشريعات وبعض المتابعة لإسناد الحكومة المحلية في ذي قار. وليس بعيدا عن حراك عمل الحكومة المحلية الجديدة، تسلم مرتضى الإبراهيم اليوم مهامه الرسمية محافظا لذي قار بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه. وفي مؤتمر صحفي قال رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران إن كل من يشغل منصبا ويقصر في أداء واجبه سيتعرض للمساءلة واتخاذ إجراءات المحاسبة بحقه. كل مدير سيكون عرضة إذا لا سمح الله عند فد إخفاق أو عند فد تقصير سيكون عرضة للمساءلة والاستجواب والإقالة من قبل مجلس المحافظة، ولا نجامل حقيقة على حساب أبناء شعبنا. وكل هذه المدة إذا كان مدير لا سمح الله مقصر ما نكتفي بإقالته، بل سيحاسب على هذه الفترة السابقة التي أخذها من عمر المواطن العراقي وهدر الأموال خلال تواجده في دائرته. وإن شاء الله نحن عازمون كمجلس محافظة، ولا تأخذنا في الله لومة لائم، حقيقة سنحاسب كل من يحاول التقصير بحقوق أبناء شعبنا وأبناء محافظتنا البصرة. أما في محافظة النجف فقد أكد أعضاء من مجلس المحافظة إمهال المحافظ 6 أشهر لتنفيذ البرنامج الخدمي لتحديد موقفه أو موقفهم من دعمه أو عدمه. السيد المحافظ وعدنا أن يقدم لنا برنامج انتخابي خلال فترة تسنم المنصب محافظ النجف، واحنا نكون مراقبين للبرنامج الانتخابي مالته. واحنا صرحنا أيضا للإعلام وبالجلسة أيضا يعني بلغنا للسيد المحافظ راح نكون فترة 6 شهور مراقبين لأداء عمله، ومن ثم بعد راح يكون ان موقف. منذ لحظه تصويتنا على الاداره الجديده للمحافظه اوعدنا المحافظ راح نكون داعمين ومساندين خلال فتره معينه، وانطيناه حقيقه موعد لمده 6 أشهر اذا اكو فشيء على ارض الواقع ملموس راح نكون داعمين ومساندين، فيما عداها راح نكون حقيقه معارضين لهذا الامر. انا في تصريحي في بعد تصويت الاخ المحافظ قلت له 6 أشهر، اليوم هذا يوم يعد 6 أشهر. أكو منجز في الشارع على مستوى خدمات تقدم للناس، احترام في مراجعة من الدوائر، تنجز معاملة بشكل صحيح، الأموال العامة تذهب بالاتجاه الصحيح، ماكو سرقات، مشاريع صحيحة، احنا معاه. ولمعرفة المزيد عن البصرة وذي قار والنجف معنا مراسلين من هناك سعد قصي وأيضا أحمد السعيدي وحسام الكعبي. أبدأ أولا من البصرة مع سعد، يعني هناك تعديل للنظام الداخلي وتدور هناك اجتماعات، هناك يبدو أنها جدية لتنفيذ المراقبة وتشكيل لجان ربما مختصة بالقانون، ما الذي يحدث في محافظة البصرة مع كل هذه المشاكل؟ يعني ناطق، هي الجلسة الرابعة لمجلس محافظة البصرة اليوم بعد يعني اختيار كابينة الحكومة المحلية دعني أسميها، وبالتالي كانت هذه الجلسة مغلقة واستمرت لنحو 2 ساعة. معظم النقاشات دارت هو حول تحديث النظام الداخلي. تعرف ناطق أن مجالس المحافظات يعني السابقة منذ عام 2013 ومثلا مجلس محافظة البصرة كان من أكثر من 30 عضوا، أما الآن 23 عضوا. فنظام الداخلي كتب على أساس المجلس السابق على يعني عدد الأعضاء وأيضا اللجان، وبالتالي جرى اليوم تقليص اللجان إلى 20 لجنة وأيضا تشكيل لجنة لكتابة النظام الداخلي. خلال المدة القانونية وهي 30 يوما لكتابة النظام الداخلي، يعني بحسب رئاسة المجلس فإن الأعضاء سيباشرون بمهام المراقبة وتقييم الدوائر الحكومية، خصوصا التي ترد حيالها شكاوى من قبل المواطنين كالتقاعس، شبهات فساد،
وبالتالي ستخضع هذه الدوائر الحكومية للرقابة والمتابعة طيلة هذه الفترة. أيضا رئاسة المجلس قالت أن أي عضو مجلس محافظة تتوافر لديه ملفات حول أي دائرة المجلس سيعضد ويتابع ويستجوب مدراء الدوائر، وهذا يشي ناطق أن مجلس المحافظة في البصرة هو عازم على ممارسة دوره الرقابي. كذلك هو أيضا يتحدث أن بعد إقرار أو التصويت على نظامه الداخلي سينطلق بدور رقابي أكبر في المحافظة، وأيضا سيصوت على المشاريع المتعلقة بالجانب الخدمي. كذلك ناطق ما أود الإشارة إليه أن المحافظ أسعد العيداني وهو رسميا حتى الآن لم يستلم مهامه بسبب سفره خارج العراق، يوم غد بحسب كتلته سيتسلم المرسوم الجمهوري ويؤدي اليمين بعد أن يستلم يعني مرسومه الجمهوري، وبالتالي سيبدأ بممارسة عمله بشكل رسمي. ما زالت المحافظة حتى الآن تدار بالوكالة من قبل نائب المحافظ، وأيضا حتى الآن لم يعلن رسميا عن استلام نواب المحافظ. لكن ناطق أيضا هناك مشكلة قد تواجه المجلس حتى الآن، هو أيضا يعني كما هو في الحال في ذي قار لا توجد لديه بناية خاصة يمارس فيه أعماله، وبالتالي هو استعان ببناية أو مبنى خاص بوزارة النقل سيمارس عمله حتى أن يكتمل مبناه، وبالتالي هذا ربما يعني حتى اللحظة يعد عائقا أمام أعضاء المجلس للدوام لممارسة مهامهم بشكل فعلي. ويعني حسب رئاسة المجلس أنهم حتى الآن يعني سيستلمون هذا المبنى ويقوموا بتجهيزه حتى تبدأ الحكومة المحلية بممارسة عملها بشكل رسمي. نعم ناظر. وانتقل إلى أحمد السعيدي من محافظة ذي قار، يعني بعد أول جلسة مؤجلة منذ أسبوع واجتماعهم في دائرة الماء، هناك يبدو جدية على عزم التعديل النظام الداخلي، التقليص، دور الرقابة، ما الذي يجري في الناصرية؟ مساء الخير ناطق. في الناصرية هناك أمام اللجنة التي شكلها اليوم مجلس محافظة ذي قار لإعادة كتابة النظام الداخلي للمجلس 17 يوما، وبحسب النظام الداخلي المدة الممنوحة هي شهر من تاريخ أول جلسة. لكن يعني أعيد ما قاله الزميل سعد أن مجلس محافظة ذي قار يواجه أزمة حقيقية في مقره، فهو حتى اللحظة لم يجد مقرا واضح المعالم. يعني الجلسة الأولى عقدت في قيادة شرطة ذي قار، وجلسة اليوم عقدت في مديرية الماء، ورئيس المجلس يمارس مهامه في مقامية الناصرية، وشكل يعني اللجنة المشكلة لإعادة كتابة النظام الداخلي أيضا خصص لها يعني مكان بسيط في يعني على قدر اتساعه للجنة التي تتشكل يعني تتألف من 7 أشخاص لكتابة النظام الداخلي، والذي يعني بعد إتمامه يجوز لمجلس المحافظة تشكيل لجان. اللجان أيضا قلصت في ذي قار من لجان كانت تتجاوز أكثر من 20 لجنة، الآن اللجان هي بحدود 16 لجنة، لكن اليوم تم استحداث لجنة سميت بلجنة التعيينات، وكما تعرف أن هذه اللجنة يعني تراعي خصوصية المحافظة التي تشهد يوميا تظاهرات مهمة للمطالبة بالتعيين، وعلى اعتبار أن أيضا محافظة ذي قار ومدينة الناصرية هي مدينة احتجاجية ربما تشكل الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالخدمات بالتعيينات أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة المحلية سواء بشقها التنفيذي أو تشريحها. أيضا أريد أن أذكر يعني أنوه إلى أن نائبا المحافظ الأول والثاني اليوم أديا اليمين الدستورية أمام رئيس محكمة استئناف ذي قار، وبالتالي مع استلام المحافظ محافظ ذي قار مهامه
الرسمية اليوم، يعني تشكيلة الحكومة التنفيذية اكتملت ولم يبقى إلا اكتمال صياغة النظام الداخلي لمجلس المحافظة وتشكيل لجانه التخصصية للشروع بعمل الحكومة التنفيذية والتشريعية الجديدة. نعم ناطق. أخيرا نكون مع حسام الكعبي من محافظة النجف. يعني حسام، يبدو هناك يعني تهديد إن صح التعبير بإمهال المحافظة 30 يوم من أجل تنفيذ البرنامج الخدمي حتى يدعموا أو عدم دعمه. ما الذي سيصار وما الذي يحدث في النجف أيضا؟ نعم يا ناطق، ربما هذا التهديد والوعيد من قبل أعضاء مجلس المحافظة من أجل الشد على المحافظ وتقديم خدمات وعمل، بالمقابل يقابل هذا الحديث دعم واضح وانسجام بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة. نتحدث ربما عن غالبية أعضاء أو ربما الجميع في مجلس المحافظة يدعمون الحكومة المحلية التي أدت اليوم اليمين الدستوري. المحافظ ونائبيه بدأوا اليوم بالفعل يعني العمل بشكل رسمي، وربما دشن المحافظ في اليوم الأول بعد يعني أدائه اليمين الدستوري بزيارة لمجلس المحافظة من أجل التواصل والبدء بالعمل التشريعي وأيضا التنفيذي وأيضا الرقابي. لذلك هنالك انسجام وتفاعل وتعاون إلى هذه اللحظة نجده وقد وجدناه في الأيام الأولى منذ تشكيل المجلس المحلي. نتحدث عن 4 أو 5 جلسات، هنالك انسجام عالي بين الكتل، حتى الكتل ربما غير المتصالحة في بغداد والمتصالحة أيضا، جميع الكتل تريد أن تقدم نموذج ربما مختلف عن السابق. لذلك كما أشرت قبل قليل بدأ المحافظ اليوم في اليوم الأول بزيارة المجلس، ومن ثم ذهب إلى متابعة المشاريع وخصوصا المتلكئة. ناطق، المحافظ ونائبيه يقولون إننا جئنا من أجل تقديم الخدمة وأيضا تصحيح الأخطاء. أعضاء المجلس يمهلون المحافظة والنواب، يقولون لهم إننا سنقدم لكم كل أنواع الدعم والمساندة مقابل أن تقدموا الخدمات للمواطنين وتصحيح الأخطاء. عكس هذا، المجلس توعد الحكومة أن يعني يعارض منهجها إذا ما تم تقديم الخدمات. لذلك أتحدث عن انسجام أكثر مما هو وعيد وتهديد ربما من مجلس المحافظة. إلى هذه اللحظة لم نجد صوت واحد في مجلس المحافظة ربما يعارض هذه التشكيلة الحكومية، وربما الأيام القادمة ستوضح لنا مدى التفاهم بين السلطتين في المحافظة، السلطة التشريعية والتنفيذية. الكل ربما يعرف غياب كان واضحا للمجالس المحلية دام ل5 سنوات، لذلك هم يعتقدون ويعرفون أن المهمة ربما ستكون ثقيلة في المرحلة القادمة، وهذا ما يتطلب تعاون جدي بين يعني السلطتين المحليتين التشريعية والتنفيذية. ناطق، يعني بدقيقة لو نتحدث عن اللجان وتشكيل اللجان، ربما مع هذا الانسجام هنالك أيضا تسريبات ومعلومات تقول أن المجلس عازم على أن يشكل لجان مختصة بعد تقليصها. طبعا سابقا كان مجلس المحافظة لديه أكثر من أو 28 لجنة، الآن بعد تقليص أعداد يعني أعضاء مجلس النواب فستنحصر أعداد اللجان من 12 إلى 14 لجنة. لذلك هم ربما في يوم الثلاثاء الجلسة القادمة سيحسمون هذا الملف، ملف تكليف الأعضاء وأيضا تسمية اللجان للأعضاء. حسام الكعبي من النجف، سعد قصي من البصرة، أحمد السعيدي من ذقار، مراسلي تي في، شكرا لكم جميعا. قال وزير الموارد المائية عون الذياب إن الوضع المائي في البلاد أصبح جيدا على خلفية الأمطار والثلوج التي هطلت على أحواض الأنهر في العراق وتركيا. وخلال حديث للصحيفة الرسمية أكد ذياب أن خزين المياه سيؤمن احتياجات البلاد من مياه الشرب والاستعمالات البشرية وسقي البساتين والمزارع خلال الصيف المقبل، وأشار إلى أن الموارد أمنت المياه لحقول الشلب في الفرات الأوسط وريات الحنطة، لافتا إلى أن الوضع المائي في مناطق الزراعة الديمية أفضل منه في العام الماضي.
بعد انقطاع دام لسنوات، تعود الفنانة القديرة فوزية عارف لتكمل مسلسل عالم الست وهيبة، جزء ثاني من إنتاج يو تي في للموسم الرمضاني المقبل، سيسلط الضوء على قضايا وتحديات يواجهها المجتمع في دراما تشويقية. الفنانة القديرة فوزية عارف تعود إلى التمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن، عودة استثنائية عبر شاشة يو تي في مع جزء ثاني من مسلسل عالم الست وهيبة الخالد في ذاكرة العراقيين. فالمسلسل كان من أشهر الأعمال العراقية الذائعة الصيت والشعبية في تسعينيات القرن الماضي، وهو يتناول قصة امرأة قوية تدعى وهيبة ومغامراتها في حل المشاكل بحكمة. بعد نحو 3 عقود لا تزال في جعبة وهيبة حكايات جديدة وأحداث تحمل كثيرا من الدراما التشويقية، وهي تشارك صناعتها من خلال 30 حلقة مع 58 شخصية رئيسة إلى جانب 115 شخصية ثانوية. يعني سعيدة أنه راح أكون أشتغل بكادر جديد كل شباب، فيسعدني العمل وياهم، شايفتهم أنا بالتلفزيون ومعجبة بيهم، فأني يعني يفرحني أنا أشتغل ويا هذا الجروب، وأتمنى له من كل قلبي النجاح طبعا إلهم وإلي أيضا مو بس إلهم، وأتوقع أن يكون العمل ناجح. ويرى صناع المسلسل أن الجمهور العراقي المحب لهذا العمل الدرامي كان الدافع الأكبر في إقناع نجوم غابوا عن الأعمال التلفزيونية والسينمائية سنوات بالعودة إلى الساحة الفنية، فيما جرى تصوير المشاهد ضمن نحو 80 موقعا بإنتاج غير تجاري. أعرف اليوم الفنان هو ملك للجمهور، الجمهور هو اللي يعني شلون أقول لك، يا هو اللي يحب يشوفه، متعطشين أن يشوفوها بصراحة يعني بعد هذا الانقطاع الطويل يعني، وهذه أيضا يعني بصراحة خطوة تحسب يعني لليو تي في أيضا، أنه كان الإصرار أنه إنتاج الجزء الثاني من عالم الست وهيبة، وأنه لازم نحافظ على دائرة العلاقات اللي موجودة. يعني هذا الانقطاع اللي استمر لحوالي 17 سنة أكيد يجب أن يثمر عن عمل ذا قيمة عالية يتماشى مع إمكانية ومكانة الفنانة فوزية عارف. قصة الجزء الثاني في عالم الست وهيبة لصباح عطوان وتأليف وسيناريو وحوار موفق مسعود، معالجة أحداثها ستكون مختلفة عن السابق، فهي تسلط الضوء على قضايا وتحديات يواجهها المجتمع في زمن آخر، وأبرزها تجارة المخدرات والأعضاء والتنمر، مع أدوار درامية للممثلين القدامى وجدد، وتتضمن بناء شخصيات جديدة في ضوء الشخصيات المشاركة في الموسم الأول. أنا راح أكون وهيبة الصغيرة حفيدتها بشخصية الدكتورة. أولاً أنا إلي الشرف إنه أشتغل ويا قامة مثل ست فوزية، وهذا الشيء راح يضاف إلى السي في مالتي. فرحانة جداً من دزولي الأوردر وقالوا لي إنه أنت اليوم أوردرج وياها. وعلى الرغم من ارتباط اسم المسلسل بإحدى أهم شخصياته، فإن البطولة غير منفردة، إذ يتقاسمها أبطال آخرون وكوكبة من ألمع الممثلين الساعين إلى تقديم منجز تلفزيوني مثير وممتع ليترك أثرا جديدا في الحاضر قبل الذاكرة، وكل هذا ضمن إنتاج يو تي في للموسم الرمضاني المقبل. في نهاية النشرة شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.